بكم مباشرة مشاهدي الكرام إلى ضيفنا الكريم الكبير معالي وزير الخارجية المغربي الأستاذ صلاح الدين مزوار. أنت منورنا تاني. شكرا يا حبيبي. شكرا يا أخ محمد. معالي الوزير، كيف كان المغرب ينظر إلى شمال إفريقيا وقد ضربته البراكين والزلازل وعلى رأسها الحالة المأساوية لأهلنا في ليبيا؟ بالطبع المغرب يتابع بكتب وعن قرب كل ما يجري في المنطقة، والمغرب يدعم للحفاظ على استقرار وأمن الدول. نحن نعرف بأن الوضع في ليبيا وضع صعب معقد، لكن في نفس الوقت دائما نحمل رسالة لإعطاء صورة للعالم بأن ليبيا قادرة على احتواء اختلافاتها وعلى بناء دولتها العصرية ومؤسساتها العصرية، وبمساعدة وباتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات. المغرب عقد اجتماع مخصص لليبيا بالرباط في نوفمبر الماضي لأمن الحدود ولأمن ليبيا. المغرب يكون يعني كوادر عسكرية لليبيا. المغرب يقدم مساعدات أنتم تقومون الاستفادة من تدريب الليبيين عسكريا طبعا، وهذا كله داخل في إطار الحفاظ على استقرار ليبيا ودعم ليبيا. نحن ننسق مع الدول الأخرى، نحن ننسق مع الدول المغاربية التي لها رغبة حقيقية في استتباب الأمن والاستقرار بليبيا. لكنكم لم تطرحوا إطلاقا مع الدول العربية الأخرى فكرة قوات تدخل عربية لضمان بقاء الدولة الليبية. نحن لا نؤمن بقوات تدخل. ليبيا يجب أن تحتوي خلافاتها وأن تكون التدخلات والمساعدات تسير في اتجاه المصالحة الوطنية. لأن التدخل العسكري سيعقد مسار البناء ويعقد الوضع داخلي. كلام حكيم يا سيدنا. وأعتقد بأنه التوجه السليم والصحيح هو في دعم المصالحة الوطنية والعمل إلى جانب الإخوان الليبيين على بناء مؤسساتهم، اختيار ما يريدونه لبناء دولتهم ولبناء شعبهم. هذا هو المسار السليم وهذا هو المسار الصحيح. أي توجه آخر سيضر بليبيا وسيمس باستقرار ليبيا وسيمس بمستقبل ليبيا. وجهة نظر نحترمها جدا. حين علق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر، علق أحدهم على هذا التعليق وقال الاتحاد الأفريقي مفهوش المغرب ومفهوش مصر، ومال في مين؟ في مين صحيح؟ يا أخي للأسف يعني الاتحاد الإفريقي خرج عن المنطق. يعني في 84 لما قبل بعضوية حركة انفصالية ووضعها كدولة قائمة الذات، يعني مع من؟ مع بلد مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، والأمم المتحدة مدعم لكل حركات التحرر الإفريقية بقوة. مع المغرب تم التصرف بهذه الطريقة. بالطبع هذا خروج عن التوابت الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية. هذا خروج عن ما يؤسس البناء الإفريقي، ولهذا بالطبع المغرب أخذ قرار بالخروج من الاتحاد الإفريقي ويستمر في ذلك. نفس الأشياء يعني نلمسها مع مصر، كأن مصر دولة يعني صح. يعني هذه يعني توجهات وخيارات تخرج عن المنطق وتخرج عن دور الاتحاد الإفريقي للمساهمة في حل مشاكل لا لتعقيدها. إذا كان هناك مشكل يجب أن تتدخل لمساعدة على الحل، لدعم الحل لا لتعقيد الحل. صحيح. ونحن نعتقد بأن هذا التوجه، وما يمكن أن نؤكد كذلك، أنه كثير من الدول، أغلبية الدول الإفريقية اليوم لم تعد راضية عن هذا الوضع. لأنه انحراف للتوجه الاتحاد الإفريقي وانحراف لما يجب أن يلعبه من دور قوي في هذه الظرفية بالذات الاتحاد الإفريقي. لهذا أعتقد بأنه من واجبنا ومن واجب الدول التي لها غير على القارة الإفريقية وعلى وحدة القارة الإفريقية بأن تعمل في اتجاه تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها. صحيح صحيح. وعلى من لهم صوت مسموع في الاتحاد الإفريقي أن يبلغوه بأنه أداء مخيب للأمال.
وانه زي ما سعادتك قلت انت تخصم من رصيدك اهم دول القار، اهم دول القار. السؤال بقى الاساسي مع الوزير، السؤال المليون دولار. مليون دولار ايه كويس. لماذا التيار الاسلامي السياسي في المغرب ليس بخشونته في المشرق العربي؟ يا اخي هذه مسارات دول ومسارات بناء الديمقراطية والتعددية داخل الدول. المغرب اختار التعددية منذ الاستقلال وأطر التعددية في إطار دستور ودساتير تطورت مع تطور يعني الممارسة الديمقراطية وتطور كذلك نضج الشعب المغربي. يعني كل التيارات تم فيها تعبير سياسي داخل المجتمع المغربي، فيه تنافس ديمقراطي، فيه قناعات، فيه يعني نقاش، وفيه حوار، وفيه عمل ميداني. وهذا أدى إلى أن الثقافة الديمقراطية، ثقافة الحوار، ثقافة الاختلاف تطورت. وتطور الاختلاف وتطور الثقافة يعني ساعد على كون أن كل التوجهات السياسية بما فيها اليسارية والإسلامية والوسطية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية كلها وجدت إطارا للعمل بلا عنف. بلا عنف. لكن هذا ينطبق أيضا على الحالة التونسية، حالة التونسية فيها قدر كبير من الانفتاح والليبرالية خصوصا أيام بورقيبة، ونسبة الأمية تكاد تقترب من الصفر، لكن لديهم لدى بعض تيارات الإسلام السياسي التونسية شراسة لافتة. يا أخي هناك بالطبع تيارات تبحث على مس الاستقرار ويعني الفكر يعني الإقصائي بهذا التعبير السياسي، أعتقد بأنه بالطبع هذه أشياء دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية. يعني نحن لا علاقة لنا بهذه يعني التصورات والمذاهب والأفكار، واستقصاء هذا الفكر من هذا النوع مرتبط بقدرة كذلك على البناء مقومات الديمقراطية وبناء الحوار الديمقراطي والاختلاف الديمقراطي والاستجابة لمطالب المواطنين. صحيح. ومطالب. صحيح. الشعوب. يعني عدم التنمية المتوازنة، وجود الفقر، وجود يعني الهشاشة يساعد طبعا لأنه أرضية طبعا لتطوير هذه الأفكار الإقصائية. يعني إذن نحن نعمل وأعتقد بأنه هذا هو التوجه السليم على مواجهة يعني هذا الفكر ميدانيا بالعمل، بإرساء الديمقراطية والخيارات الديمقراطية، بتطوير ثقافة حرية الإنسان والحرية بشكل عام، بالمساواة، بالعمل على التنمية. أسلوبك أنت تكرر أفكارا رئيسية قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، وكأنه هذه ثوابت، يعني دي لا يختلف عليها عاقلان. لا يمكن أن نختلف على هذه الأشياء، هذه هي ثوابت البناء. صحيح. إن أردنا بناء سليما ومتوازنا لمجتمعاتنا يجب أن نسير في هذا الاتجاه، ليس لنا خيار آخر. طيب متى نحن في القرن الواحد والعشرين، شعوبنا تطورت، وعيها تغير. نعم. ارتفع متطلبات الشباب اللي هو شباب القرن الواحد والعشرين بالتكنولوجيا القرن الواحد والعشرين ليس لها حدود، ليس لها يعني أي شيء يمكن أن يحبسها. أعتقد بأن قدرة القادة وقدرة السياسيين في بناء مجتمع يحتوي كل هذا هو الطريق الأوحد والطريق السليم، وإلا سنبقى في انحرافات ونبقى في مشاكل. سؤال أخير معالي الوزير، متى يذهب السائح المغربي لشرم الشيخ والسائح المصري يروح فاس؟ متى يستثمر المستثمر المغربي في مدينة صناعية مصرية ويذهب المصري ليبني فندقا في الدار البيضاء ولا في الرباط؟ ليه ما فيش الحالة دي معالي الوزير، وكيف توجد؟ هي موجودة لكن ضعيفة. يعني الإشكال هو أن يعني ثقافتنا الاقتصادية كدول بنيت بارتباط مع أسواق، السوق الأمريكية، السوق الأوروبية، وكان الفكر متوجه أكثر نحو الاستفادة من هذه الأسواق والتنافس فيما بيننا، وعدم الإيمان بقدرتنا بأن في شراكتنا لنا يعني ما يمكن أن نستفيد منه. صحيح. أعتقد بأنه هذه الثقافة وهذا الفكر بدأ يتغير. جلالة الملك يعني
دائما كان يؤكد ويترجم عمليا التوجه نحو تطوير الشراكة جنوب جنوب. لا يمكن أن يكون لنا مستقبل فاعل وقدرة فاعلة في إطار التوازنات الاقتصادية العالمية الجديدة بدون تطوير الشراكة جنوب جنوب. وأعتقد بأن حتى القطاع الخاص وصل إلى وعي اليوم بأنه يجب عليه التوجه نحو الدول أو الاقتصاديات النامية للاستثمار. وإن أخذت مثلا القطاع الخاص المغربي هو أول مستثمر في غرب إفريقيا والثاني مستثمر في إفريقيا بشكل عام بعد يعني جنوب إفريقيا. إذن هناك يعني دينامية بدأت وقناعات بدأت. وأعتقد بأن يعني موضوعيا ما يمكن بناء ما بين مصر والمغرب هو قوي. صحيح. لأننا قطاعات خاصة قوية. قطاع خاص قوي وقادر على الاستثمار. أنا بالطبع بحكم يعني مسؤوليتي السابقة سواء كوزير للتجارة والصناعة أو وزير الاقتصاد والمالية دائما كنت أتابع الاستثمارات المصرية بالمغرب وقد تطورت في مجالات متعددة. لكننا نطمع إلى ما هو أكثر بالطبع. ونطمع علينا أن تكون نافذة مفتوحة على الاتجاهين معالي الوزير. ولهذا في إطار الاتفاقيات التي سنحدد معها أهداف مرقمة. أيوة. فيما يخص التبادل التجاري، فيما يخص الاستثمار، وفيما يخص كذلك تبادل الكفاءات والطاقات وتبادل الخبرات. لكم خبرة كبيرة ولنا خبرة كبيرة كذلك. صحيح. صحيح. يجب أن نستغلها لشعوبنا ونستغلها كذلك لصالح القارة الإفريقية. معالي الوزير، أختتم بما بدأت به هذا الحوار الرائع الحقيقة بأن أطلب منك أن تقدم تحياتنا القلبية لأهلنا. شكرا. في المغرب. شكرا. وللعاهل المغربي الذي أرسلكم. شكرا. شكرا. مبعوثا نيابة عنه لتهنئة الرئيس المصري المنتخب. وتحياتنا كذلك للشعب المصري الشقيق ودعواتنا كذلك بالتوفيق في هذا المسار النبيل. يا رب. شكرا جزيلا. شكرا. شرفنا بمعالي وزير الخارجية المغربي سعادة صلاح الدين مزوار. والكلام دافئ، وهذا دأب أهلنا في المغرب الحقيقة، كلام دافئ وعقلاني وفي لمسة إنسانية ودودة كده. شعب رائع، أقرب الشعوب، أقرب شعوب شمال إفريقيا للشعب المصري الحقيقة. ولهذا يبدو من الغريب أن الروابط الاقتصادية ليست بهذه المتانة بين هذين الشعبين العريقين، هاتين الدولتين العريقتين. بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام سينضم إلي ضيفان كريمان، سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، وسعادة الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كي نلقي نظرة متفحصة على أحداث اليوم العجيب المدهش في العاصمة القاهرة المحروسة. يوم عجيب ومدهش لأن الدولة المصرية خيبت فيه ظنون المتشائمين اللي كانوا متصورين انها مترهله وبيروقراطيه كده وما تعرفش تعمل حاجه عدله. صنعت يوما رائعا بتضافر كده المؤسسات واللجوء للافكار المبدعه والعمل الاعلى، شيء بديع والله. ثم ساجرهما بطريقه يعني سحريه كده عشان نتكلم على خطاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي. شمس جديدة أشرقت على مصر صباح اليوم في موعد لها مع التاريخ، سطره المشير عبد الفتاح السيسي بأدائه اليمين الدستورية في مقر المحكمة الدستورية العليا كرئيس للبلاد لمدة 4 سنوات، وسط مشهد مهيب بحضور الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور وجميع أعضاء الحكومة المؤقتة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. مراسم أداء اليمين بدأت بعزف النشيد الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعتها كلمات لعدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا تهنئ الرئيس الجديد للبلاد بمنصبه. لقد
آثرت واخترت أن تقف بين صفوف المصريين وإلى جوارهم عندما لاذوا بك، آملاً أن تمضي معه وقد توسموا فيك الأمل في غد مشرق وميلاد جديد. وعقب أداء اليمين توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر الاتحادية، استقبل فيه موكبه بإحدى وعشرين طلقة من مدفعية السلام تحية له. السيد الرئيس، إنني كلي ثقة في أنكم ومن خلال هذا الدعم الشعبي الكبير ستنجحون في تحقيق آمال وتطلعات المصريين، وأرجو من الله أن يلهمك الصواب وحسن اتخاذ القرار وأن يعينك على مواجهة كل التحديات. السيد المستشار الجليل عدل منصور، فأقول له إن مصر دولة وشعبا تتقدم لك بالشكر على ما قدمتم للبلاد من خدمات جليلة وحكمة بالغة خلال توليك رئاسة البلاد. ثم التقى رؤساء ووفود دول العالم الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في حفل تنصيبه الذي شهد لأول مرة في تاريخ مصر توقيع وثيقة انتقال للسلطة بين الرئيسين السابق والحالي للعبور بالبلاد إلى مستقبل جديد. هشام الرباط، هنا العاصمة.